الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده. أما كلمة عبده، قال أكمل المخلوقات خلقا وعلما أكملهم عبودية. فكلما ارتقى علمك اقتربت من العبودية، وكلما ارتقت نفسيتك اقتربت من العبودية، فإذا بلغت قمة الكمال البشري فأنت عندئذ لا تزيد عن أن تكون عبدا لله. وإذا كنت عبدا لله رفعك الله وأعزك الله وأمدك الله وأغناك الله. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. إذا كنت عبدا لله فأنت عزيز في الدنيا والآخرة. إذا كنت عبدا لله فأنت غني بكل ما تعني هذه الكلمة. تحس بالغنى. الغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. لذلك اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. كلمة بعبده، يعني كلما غمأت بالتوحيد اقتربت من العبودية. العبودية تعني أنك من أعز الناس ومن أكرمهم ومن أرفعهم شأنا. هل في الأرض كلها إنسان أعزه الله كهذا النبي العظيم؟ في قال لي أخ كريم، يعني تمكن قبل سنوات بقدرة قادر وبشكل غير طبيعي أن يدخل الحجرة النبوية وأن يغسلها بنفسه، وقيل له إياك أن تتلف هذه المناشف التي نشفت بها الحجرة هذه مباركة. فهذه الحجرة النبوية يتشرف الملوك بتنظيفها، فما قولك بصاحب هذا المقام المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى؟ يعني إذا كان أنت عبد لله يرفع لك ذكرك، يرفعك في العالمين. كلمة عبد أرقى كلمة يوصف بها إنسان، يعني عالم، لأنه عالم صار عبد. لو كان متكبر كان جاهل. لو قال أنا مع تجاهل أحمق، هذا لا يفهم شيئا. لو قال عندي، هذا أحمق. لو قال لي، أحمق. لو قال أنا أفعل كذا، أحمق. إلى أن يقول لا إله إلا الله وأنا عبد الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا معطي يا رب لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، لا رافع إلا أنت، ولا خافض إلا أنت، ولا رازق إلا أنت. عندئذ أنت عبد لله. يعني إذا عرفت حجمك الحقيقي رفعك الله في درجات العلا. إذا عرفت حجمك الحقيقي أمدك الله بمد من عنده. هل أي مصلحة إذا قال صاحبها أنا فهمان
لا بد من أن يرتكب حماقة تسحقه. إذا قال أنا فهمان، أو ما في مثلي طبيب، أو ما في مثلي مهندس، أو أنا أنفرد في البلد بهذه الخبرة، بس يقول أنا أحمق، معناته لا يعرف أن كل ما يملكه بإذن الله عز وجل. فلذلك كلمة عبد تعد قمة العلو البشري. يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سدرة المنتهى قال: يا رب اجعلني عبدك، اجعلني متمثلا صفات العبودية الحقة. فالمؤمن متواضع، يعرف حجمه فيقف عنده، لا يتعدى حدوده، لا يدعي ما ليس له، لأنه عالم صار عبد. العلم يقودك إلى العبودية، والعبادة أرقى درجات العمل. أرقى درجات العلم أن تقول لا إله إلا الله، وأرقى درجات العمل أن تعبد الله. لذلك الأنبياء جميعا ملخص دعوتهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى الأنبياء جميعا آية متكررة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نهاية العمل أن تعبده، ونهاية العلم أن ترى أنه لا إله غيره. لا إله إلا الله فاعبده، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. إنني أنا الله، في سورة طه، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لا إله إلا، ما في إلا الله عز وجل، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. بعبده في هاء ضمير غائب يعود على الله سبحانه وتعالى. يعني هل من تشريف أعظم من أن يضاف العبد إلى سيده، من أن يضاف إلى خالقه، من أن يضاف إلى الذات العلية، إلى صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة، إلى واجب الوجود، إلى الله الواحد الأحد الفرد الصمد، إلى رافع السماوات بغير عمد، بعبده. لذلك لما الإنسان يكون قلبه صاحي ويقرأ قوله تعالى: قل يا عبادي، يا عبادي، يعني أنت نسبت إليه، أضفت إليه، يا عبادي فاتقون، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هذا الضمير المتكلم الذي يعود على الله عز وجل. إذا أضيف العبد إليه فهذا تشريف ما بعده تشريف. يعني إذا قال لك شخص رفيع المقام: هذا موظف عندي، هذا لمكتب خاص، هذا أقرب الموظفين إلي، هذا أعلى مقام، هذا يعني أضيف هذا الإنسان لهذا الإنسان العظيم. فكيف بالمولى الكريم؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. المسجد الحرام كان الكعبة كان بها أصنام، فكيف سميت مسجدا؟ هذا سؤال. والأقصى ما كان في مسجد، لا كان في قبة، ولا كان في محراب، ولا في آيات كما هي الحال اليوم، فكيف سماه الله مسجدا؟ العلماء قالوا: المسجد مكان السجود، والأصل أن هذه الكعبة المشرفة بناها سيدنا إبراهيم لتكون مسجدا لله عز وجل طهورا. هدمت، وضع فيها الأصنام، شيء آخر، اسمها على أصلها. أصل هذا المكان بني ليكون مسجدا لله عز وجل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أما معنى الحرام أن هذه الكعبة المشرفة ومكة المكرمة جعلها الله بلدا حراما، يعني يحرم القتال بها في الأشهر الحرم،
ويحرم الصيد فيها ويحرم قطع النبات فيها، يعني بلد مقدس من أجل أن تكون أمناً للناس ومثابة. وكذلك المسجد الأقصى، المسجد البعيد، تقول الشرق الأدنى والشرق الأقصى، والمسجد الأقصى المسجد البعيد عن أهل مكة، يعني هون في إشارة إلى أن هذه معجزة، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، يعني قالوا حوله بلاد الشام. لذلك ورد في بعض الأحاديث: الشام صفوة الله من أرضه وفيها صفوته من عباده، الداخل إليها فبرضائي والخارج منها فبسخطي، طوبى لمن له فيها مربض شات. مربض شات يعني نصف الطاولة. وكأن عمود الإيمان كما قال النبي العدنان عمد به إلى الشام في آخر الزمان. وما هذه المجالس الطيبة إلا دليل أن الله سبحانه وتعالى خصها بعنايته وحفظها من كل سوء، فطوبى لمن له فيها مربض شات. الشام صفوة الله من أرضه وفيها صفوته من عباده. لكن حتى الواحد ما يظن أن دمشق بالذات، لا، بلاد الشام المقصود بها، هذه البلاد التي حول المسجد الأقصى التي باركنا حوله. مو معناها أن الأمور، يعني كل شيء موجود، الإنسان قد يكون عزيز على إنسان آخر وهو في العناية المشددة، ممكن لأنك عزيز على أبيك وكان هناك مرض، يؤخذ هذا الإنسان إلى العناية المشددة فباركنا حوله. القصد إذا كان هناك ضيق فبسبب أن يندفع الإنسان إلى المولى جل وعلا. جاء في بعض الأحاديث: أن أوحى ربك إلى الدنيا أن تمرري وتكدري وتضيقي وتشددي على أوليائي حتى يحبوا لقائي الذي باركنا حوله. وقد تكون البركات أخروية، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، قد يتوهم الإنسان أن البركات دنيوية. طبعا في آيات أخرى حينما قال الله عز وجل: إني أراكم بخير. العلماء فسروا هذه الآية أن الخير يعني وفرة المواد ورخص الأسعار، ولكن ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، قد تأتي شدة فترقى بها إلى المولى جل وعلا، فهذه خير ومحض خير، ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك. العطاء من العباد منع، والمنع من الله إحسان. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني إنسان أحيانا بيخسر ماله كله، بيقول لك ما لي شيء، احترق محله، من أجل أن تنهمر من عينيه دمعة واحدة يندم بها على بعض المعاصي. إذا انتهى فقد المال كله بتوبة نصوح فقد ربح ربحا كثيرا، ربح ربحا كثيرا. أحد أصحاب رسول الله اللهم صل عليه في الهجرة، في طريق الهجرة ألقي القبض عليه، ترك في مكة مالا كثيرا، فمن أجل أن ينجو بحياته ويلتحق بالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: إذا دللتكم على مالي في مكة أتدعونني؟ قالوا: نعم. دلهم على ماله كله ونفذ بجسده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حينما وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حدثه بما جرى، فقال عليه الصلاة والسلام: ربح البيع أبا يحيى. ربحت معه، ضيع كل ماله بس نجا وكسب دينه وآخرته. لذلك من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا.
ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. إنسان من دون شدة مستحيل، الشدة دليل، امتحان لا بد منه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا بد من شدة، بالشدة تظهر على حقيقتك، إن كنت مدعيا يظهر ذلك، وإن كنت مخلصا يظهر ذلك. لذلك ربنا عز وجل يقول الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، أما هم في سؤال لنريه، إذن هذه المعجزة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت بعد سنوات عجاف، بعد امتحان مرير. توفي عمه أبو طالب، توفيت زوجته خديجة رضي الله عنها، كانت مؤنسا له، كانت خير زوجة مخلصة له. حينما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام في أيام الفتح إلى مكة، ما بقي في مكة إنسان إلا ودعاه إلى بيته. أبا، قال انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة وفاء له. قال مرة صدقتني حين كذبني الناس، وآمنت بي حين كفر بي الناس، وأعطتني حين حرمني الناس. لا ينسى لها ذلك، كان وفيا. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها وهي أصغر نسائه سنا تقول له ألم يبدلك الله خيرا منها؟ كان يقول عليه الصلاة والسلام لا والله لا والله، ما أبدلني خيرا منه، هذا هو الوفاء. وكانت تكبره ب15 سنة، قد أمه يعني كانت، هذا الوفاء. انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة، إذا واحد أخذها أكبر منه أو بسنه مرضى يتفائل، نأخذ غيره بقى هلأ بيتفائل، لا يا رب تكون قاضية. أما النبي الكريم كان وفي، عليه أتم الصلاة والتسليم. إذن لنريه بعد الشدة والضيق والمعارضة والصد والتآمر من قبل قريش، يعني بلغ الخط البياني الحضيض، فجاء الإسراء والمعراج تسلية لهذا النبي العظيم وإكراما له، وتعريفا بمقامه، تعريفا له بأنه سيد الأنبياء والمرسلين. ما كان يعرف ذلك قبل هذا التاريخ. حينما صلى بالأنبياء على بعض الروايات في بيت المقدس، عرف أنه سيد ولد آدم ولا فخر، عرف أنه سيد المرسلين، عرف أنه إمام المرسلين، عرف أنه المخلوق الأول. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. أول عابد لله عز وجل هو النبي عليه الصلاة والسلام، الأول يعني. يا أول خلق الله، مو أولية زمنية، أولية مقامية من حيث المقام، أول خلق الله. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى أطلع هذا النبي الكريم على مقامه العظيم في هذا الإسراء والمعراج. والمؤمن الصلاة كما قال النبي العظيم معراج المؤمن، يعني بها يعرج إلى الله عز وجل. كلما استقام قبلها وكلما تقرب إلى الله بفعل الخيرات كانت صلاته معراجا له. الصلاة معراج المؤمن. وكما من الله على هذا النبي العظيم بالإسراء والمعراج، من على سيدنا موسى بالكتاب. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب. مننا عليك وعلى موسى، عليك بالإسراء والمعراج وعلى موسى بالكتاب، وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. يعني فحوى الكتاب أن تعبد الله وحده وألا تتخذ من دونه وكيلا، ألا تتخذ من دونه جهة تعتمد عليها أو تركن إليها أو تلجأ إليها أو تقصدها أو تطيعها. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي ألا تتخذوا من دوني ربا لكم، ربكم الله ولا رب سواه. ومن تضعضع أمام شخص ظانا أنه ينفعه أو يضره أو يعطيه أو يمنعه فقد اتخذه ربا وقد أشرك بالله رب العالمين. لذلك من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه، ذهب ثلثا دينه. شيء آخر، اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، له رب وهذا الرب به كل شيء، مطلع عليه، كلما اعتمدت عليه أكرمك وكلما التجأت إليه حماك. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحنانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي ربا تدعونه تلوذون به تلتجئون إليه تحرصون على رضاه. لا إله إلا الله ولا رب سواه، والحمد لله رب العالمين.